قتلتك خضراء الدما ونسيت نفسك والزمن. يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. فتنتك خضراء الدما ونسيت نفسك والزمن. يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. من سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من؟ اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. ترك الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن. الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن. اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المؤمن سبحان الله مطبوع على احترام الآخر. أما مسألة أن أسخر من غيري فذلك نقص في أنا. الساخر إنسان يسخر من نفسه، لأن الله نهانا ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فرب العباد وضع لنا معالم فنهانا عن السخرية. أنا عندما أسخر من فلان، تعال أنواع السخرية. ممكن أسخر من إنسان بدين مثلا، يا اخي يمكن عنده هرمونات، عنده حاله مرضيه، تسخر من حجمه، او تسخر من نحافه انسان، او تسخر سبحان الله من طول انسان او قصره. هل له دخل في طوله او قصره؟ هل له دخل في سواده او بياضه او حمرته او صفرته؟ يا اخي كيف تسخر ممن خلق رب العباد عز وجل؟ وبعدين انت تسخر من ماذا؟ من اخلاقه؟ انصحه، تقرب منه الاول، اعمل قناة حب بينك وبينه، وبعدين اذا نصحته قبل النصيحة سبحان الله. ورحم الله امرأة اهدى الينا عيوبنا سبحان الله. لكن ان تسخر منه في طريقة سلوكياته، في طريقة كلامه، في طريقة تعبيراته، يا اخي والله شوف، لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليه. ما فيش انسان سخر من انسان. مثلا يقول ايه، انا لي جار عمر ما شفته يصلي الفجر معي، انا انزل من البيت كل يوم وهو لا ينزل، عارف من اول يوم تاني يوم على طول مش هتستيقظ صلاه الفجر، وقد يهديه الله وينزل هو. ليه؟ ادعي له بالهدايه. ليه انت عامل نفسك ان انت افضل منه؟ يا ابا حنيفه، قال نعم، قال هذا الكتاب الذي كتبته في الفقه هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال عسى ان يكون الباطل الذي لا حق معه. يعني مين قال لك ان راينا صواب يحتمل الخطا وراي غيرنا خطأ يحتمل الصواب؟ فمن رأى غيرنا فله ما رأى ولنا ما رأينا. فهم اختلفوا، بس اختلفوا اختلاف الكبار سبحان الله. دخل رجل المدينة المنورة فرأى رجلا طويلا يقبل رأس رجل قصير، قال من المقبل ومن المقبل؟ قال المقبل عمر بن الخطاب والمقبل أبو بكر، يقبل رأسه في أن يشكره ويحمده على صموده في حروب المرتدين وحروب الردة حتى آبت الجزيرة العربية مرة أخرى إلى يوم أن تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن عمر اختلف مع أبي بكر في الطرح سبحان الله. فلم يسخر أبو بكر من رأي عمر ولم يسخر عمر من رأي أبي بكر، بالعكس تكاملوا. فلما تكاملوا وانتصر المسلمون وأعاد خالد بفضل الله بعد فضل الله والأحد عشر جيشا الجزيرة العرب مرة أخرى إلى سابق عهدها يوم أن تركها النبي صلى الله عليه وسلم، فشكر عمر أبا بكر، فما سخر هذا من ذاك وما سبحان الله العظيم. فحتى إن يقال إن أبا ذر لما داس بلال وهو لم يعني يحتط لمسألة على رجل أبي ذر، فقال له يا ابن السوداء، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اشتط غضبا وقال ما لابن البيضاء على ابن السوداء فضل، يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. ليه؟ لأن لا فضل لأسود على أبيض ولا أبيض على أسود ولا أحمر على أبدا، كلنا سواسية، كلنا من تراب. لأن الإنسان الأرحام لا تقذف
يعني هذا امير وهذا عظيم وهذا حقير, هذا كبير وهذا صغير. لا لا لا, الارحام تاخذوا اطفالا, وهؤلاء الاطفال ذكور اناث ننزل عرايا بطون ونتفاضل بعد ذلك بالخلق, ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فلماذا نسخر؟ لماذا انت تسخر من زوجتك عندما تراها بعد ان ولدت الولد الاول والثالث والخامس؟ انظروا الى امكم تشبه الدبه, لا حول ولا قوه. يا اخي اتق الله, دبه مين يا ابو دبه؟ سبحان الله, هو انت واخدها بالكيلو؟ انت مشتريها من المخصب؟ يعني مشتريها بالكيلوغرام؟ يعني اصلا انت زدت 3.5 كيلو. ده اكشفوا على قواها العقليه, اكشفوا على, شوفوا انه ده عدى مرحله المرض النفسي, احنا دخلنا بمرض عقلي سبحان الله. فليه نسخر؟ سبحان الله, لا يجب ان يسخر انسان من انسان. ليه؟ لانه ربما عند الله افضل, وهو اكيد هكذا. ليه؟ لانك عندما تسخر تصغر فيه, وبعدين تدخل الحزن عليه, وادخال الحزن على المسلمين من الكبائر. تدخل الحزن على الناس ليه؟ لان فيه وادي في النار قال العلماء يوضح فيه من يدخل النكد على المسلمين. ده في واحد بيدخل نكد مش على عيلة مش على أسرة, في واحد يدخل نكد على أمة بأسرها. نسأل الله أن يعافينا منهم سبحان الله. أحبتي في الله, لا داعي للسخرية, وانظروا إلى الناس, وانظروا إلى نصف الكوب المليء, ولا تنظروا إلى نصف الكوب الفارغ. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمسك ألسنتنا عن كل من يقول لا إله إلا الله, ولا نعود أنفسنا على السخرية, ولا نقارن احدا باحد حتى في ابنائنا, ونقول اذا ابن عمك ولد عمك احسن منك, وانت بنت عمك احسن منك. هذا كلام فارغ, وهذه السخريه ليست في مكانها. نسال الله ان يهدينا سواء السبيل, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. فتنتك خضراء الدمن, ونسيت نفسك والزمن, يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. فتنتك خضراء الدمن, ونسيت نفسك والزمن, يا صاحي اذكر موقفا يندي السريرة والبدن. من سوف يشفع للذي نسي الحساب وضاع من؟ اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن. ترك الحبيب محجة بيضاء حاشا لم تشن. الليل مثل نهارها هدي النبي المؤتمن. اسأل إلهك ستره ويقيك من شر الفتن.